هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافي نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومائل الدفء على السواحل الشمالية الغربية، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد. كمان الجو هيكون بارد في أول الليل وشديد البرودة في آخره على أغلب الأنحاء. كمان في فرص لأمطار خفيفة، وده هيكون على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، هيكون على فترات متقطعة، وفي نشاط للرياح على كافة الأنحاء هيكون كمان برضو على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهارده، وخصوصا ان احنا شايفين انه في سرعة كده ونشاط للرياح زايد شوية من امبارح بالليل. هو بالفعل يمكن طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية شهدنا بالأمس ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، وده طبعا كان أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 7 ل 8 درجات، وده نتيجة اختلاف مصادر الكتل الهوائية. الكتل الهوائية الصحراوية كانت بتأثر علينا، ده اللي أدى لارتفاع قيم درجات الحرارة، وده طبيعي جدا في الفترة دي إن يحصل تذبذب كبير واختلاف قيم درجات الحرارة من يوم للتاني، لأن اليوم متوقع إن يكون فيه انخفاض في قيم درجات الحرارة على محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. الانخفاض ده هيكون بمعدل من 5 ل 6 درجات، لان احنا اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون ما بين 24 الى 25 درجة مئوية خلال فترة النهار. الايام اللي جاية كمان بشكل تدريجي هتعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية، ويكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. مع منتصف الاسبوع هتوصل العظمى على القاهرة الكبرى ل 22 درجة مئوية فترة النهار. اليوم الطقس هيكون طقس دافي بشكل كبير في معظم المحافظات الشماليه اللي هي السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد. اجواء من حاره لمائله للحراره في المحافظات الجنوبيه اللي هو جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده فترات النهار خاصه مع وجود اشعه الشمس، لان كمان مصادر الكتل الهوائيه اليوم كتل هوائيه شماليه معظمها قادم من على البحر المتوسط من جنوب اوروبا. وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، فده هيساعد على انخفاض قيم درجات الحراره. كمان فترات الليل هيكون فيها انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحراره، تدريجيا هنرجع تاني للاجواء البارده الى شديده البروده فترات الليل، خاصه في ساعات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، خاصه كمان في المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، المحافظات اللي فيها ظهير صحراوي بشكل كبير، لان اليوم كمان متوقع ان يكون في نشاط رياح في معظم محافظات الجمهوريه. سرعات رياح اليوم هتتراوح ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه. نشاط رياح اليوم هيساعد ان احنا نحس ان في بروده او في انخفاض في قيم درجات الحراره. طب هل الرياح دي محمله برمال واتربه؟ لا، الحمد لله الاتربه والرمال المصورة انتهت تماما مع فترات المساء وساعات الليل. هتبدا النهارده نشاط الرياح يكون فقط يساعد على الاحساس بانخفاض قيم درجات الحراره والبروده اللي ممكن نحس بيها فترات المساء وساعات الليل. ممكن يكون مثير لبعض رمال الاتربه في المناطق الجنوبيه اللي هو شمال وجنوب الصعيد، لكن مش هياثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. كمان اليوم متوقع ان يكون عندنا فرص لسقوط الامطار على المناطق المطلة على البحر المتوسط، السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لكن هي أيضا فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، بتكون على فترات متقطعة ومنطقة دون الأخرى. زي ما قلت في الأول انخفاض قيم درجات الحرارة مكمل معانا على مدار هذا الأسبوع، لكن نأكد خلاص احنا بدأنا شهر مارس، هنلاقي المعدلات المناخية أو درجات الحرارة المفروض نكون عليها أعلى طبعا من شهر 2 اللي هي هتكون حوالين 22 درجة مئوية. فترات الليل هيكون فيها انخفاض قيم درجات الحرارة، اللي بنأكد عليه دلوقتي في الفترة دي من السنة عدم تخفيف الملابس وعدم الخداع بالدفء اللي ممكن نلاحظه في بعض الأيام، لأن فترات الليل لسه فيها برودة، ما زلنا في فصل الشتاء، وزي ما قلت الفترة دي هي فترة التقلبات الجوية الحادة والسريعة والتذبذب الكبير في قيم درجات الحرارة. فطبعا تجنبا لنزلات البرد، عدم تخفيف الملابس، استمرار غطاء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله. مهم كمان ان احنا نستمر في المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، ويمكن تدريجيا ان شاء الله مع الحد الاثنين هيكون في اعتدال في سرعات الرياح، وترجع تاني الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة
فتره الصباح الباكر خلال الايام اللي جايه ان شاء الله. طيب حركه الملاحه البحريه ونسبه الرطوبه النهارده كام يا فندم؟ طبعا حركه الملاحه البحريه يمكن البحر المتوسط هيكون عليه سرعات رياح بتتجاوز ال 50 كيلو متر على الساعه، فبالتالي البحر المتوسط هيكون معتدل لمقترب، ارتفاع امواج ما بين 2 الى 2.5 متر. هنخلي بالنا من تعمق داخل البحر المتوسط، البحر الاحمر هو اللي هيكون معتدل بشكل كبير، ارتفاع امواج ما بين 1 الى 1.5 متر، مؤهل تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، فاحنا بس هنخلي بالنا من التعمق داخل البحر المتوسط. بالنسبه لنسب الرطوبه هي هتزيد النهارده طبعا عن امس او اول امس، لان مصادر الكتل الهوائيه اصبح كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط، ففي نسب رطوبه مرتفعه خاصه فترات الليل هتتجاوز 85% في المحافظات الشماليه، فترات النهار هتتجاوز 35%، لكن وجود نشاط الرياح على مدار اليوم كله مش هيساعد ان احنا نحس بوجود نسب رطوبه في الجو باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا في النهايه دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 25 والصغرى 14، العاصمه الاداريه 25-14، اسكندريه 21-12، العلمين الجديده 21-12، ومطروح 20-11، دمياط 23-13، بورسعيد 23-15، اسماعيليه 26-12. لو رحنا للسويس العظمى فيها 26 والصغرى 13، العريش 24-12، كاترين 22-3، وطابه 25-13، حلايب 27-18، وشلاتين 30-18، شرم الشيخ 28-17، الغردقه 29-16. الفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 12، بني سويف 25-12، الوادي الجديد 29-11، واسيوط 26-11، سوهاج 27-12، قنا 31-14، الأقصر 31-14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 32 والصغرى 15. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لباسانت ومحمد نكمل معهم فقراتنا. شكرا لك يا لميا.